السلام عليكم، كيف دايرين حبيباتي؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحتكم لاباس؟ الامور ديالكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، او ما خصكم خير. والفيديو ديال هذا النهار هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. ما شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم هذا النهار هذا. صراحه كيفاش غادي يدوز ما عنديش فيه شي حاجه، المهم شي حويجات اللي هما بساطين. فصراحه هنايا بغيت اول حاجه نشارك معكم هذا الريب هذا اللي كنت شاركته معكم في الفيديو اللي داز. بصراحه جا خطير، نجا واعر واعر واعر. كنتمنى انكم تجربوه، يعني راه درت اليوم واحد الكميه اللي هي كثيره تبارك الله. فعاده ما كندير هكا ايترو جوج ايترو، هاد المره درت كميه كثيره باش ان شاء الله تبقى عندي في الثلاجه. ولقيتها هكا هي اللي نبغيها، نجبدها سوا في العشيه ولا هكا حتى في الصباح. انا نيت حد الساعه باقا ما فطرتش، غادي ناخذ ليا هكا واحد الكويس نفطر بيه، يعني كويس كبير. صراحه جا ناقص من السكر، يعني درتو هكايا مسوس. غنقرب لكم ان شاء الله الكاميرا باش تشوفوه وندوز ان شاء الله نفطر. ايوا شنو عندي هاد النهار هذا؟ المهم عندي شله ما يتقضى. باغا نصايب هكا واحد الكيكه. قلت انا غنصايب واحد الكيكه باش غادي نديها معايا غدا ان شاء الله عند واحد اليوتيوبرز اللي عارض علينا. نقول لكم انا بلا صافي خليو حتى تنغدا مشاركه معاكم ان شاء الله ملي نمشيو عندها وغادي تعرفوها. وقلت هكايا ما جاتش انسان يمشي هكا بيديه خاويه، قلت ندير هكايا واحد الكيكه. غير هي اشمن كيكه والله الا باقا دايخه بيا، حتى نشوف على حساب داكشي اللي عندي في الدار وعلى حساب داكشي اللي كاين في الثلاجه. غادي نوجد ان شاء الله كيكه نكلاس، بعدا نصايب ليا هكا الكويز ديالي ديال الريب وواحد البيضه مسلوقه. صافي المهم هادشي اللي كاين ونفطر. كنت حتيت معاكم هكا واحد شويه على قبل واحد الموضوع، ديك الساعه موراها الموضوع ديال الضغط انا. والمهم بلا ما نبقى نحرق لكم في المراحل، المهم اي حاجه درتها راه غادي نبارطاجيها معاكم. ايوا انتما البنات داك الريب انا نوريه لكم، صراحه راه راب تبارك الله تيجي غزال. شوفوا اللي كيجي خاتم، ها هو صراحه كيجي بحال شكل ديال دانا. شوفوا ليا تبارك الله هانتوما، كيعجبني انا بحال هكايا. كنخلطو مع الفريز، نخلطو هكا مع اللي فروي، كنشربو بحال شكل دعاصير. عرفتو راه خاتم وجا خطير البنات. كيما قلت لكم عرفتو ناقص من السكر، يعني هذا راه ريجيم. انا تبعت ليا مات الريجيم دايرتو نيت مسوس شويه، واللي بغى هكايا الحلاوه راه يزيد السكر في الكاس ديالو، ولكن ماشي داك المسوس كاع ديك الدرجه انك ما تقدوش يعني تاكلو. بالعكس عادي يعني شربوه عادي. هادشي اللي كاين البنات. طبعا ان شاء الله غادي نحيد هذا حتى نديرو في كراعي ونحتفظ به هكايا في الثلاجه. وقيت اللي نبغي نجبدو هكا قبل باش يدفى شويه. راكم عارفين دابا مع البرد ما جاتش اننا نشربو هكا شي حاجه اللي هي بارده بيا. وديني في الثلاجه عاتو مع البرد، ولكن كيما قلت لكم غنولي نجبدو هكايا قبل ونخلي هكا بما تفى هكايا غير هنايا في الكوطاجه. ديك الساعه نقدر انني نخدم به. ودابا غادي ندوز باش غادي نفطر. شوفوا انا باقا شاده هادي، ما بغيتهاش هكا تقطر ليا في الطرخام. المهم البنات انا دابا دزت هكايا حطيت الفطور ديالي، فدرت ليا كويس نيت على حقو طريقو ديال الريب. وهنايا دايره ليا واحد البيضه هكايا مسلوقه، أوربية ديال الخبز الطبيط معروف اللي سبق ليا وشاركته معكم. عرفتو راه كيجي خطير، كيجي واعر. انا راه زعما ما كنقدرش نقاومه، ولكن هكايا ما فيها بس انني ناخذ غير ربيه. وحتى الخبيزات انا درتهم غير صغار يعني ماشي كبار، ربيه على البنات ونفطر به هكايا. حقاش عارفه راسي انني في الغدا ما غاديش ناكل الخبز والعشاء ما كاين عشاء. ايوا الا بغيتو البنات نشارك معكم النظام اللي متبعه اولا الحميه الغذائيه اللي متبعه قولوها ليا في التعليق. شاركه معكم بزاف البنات هكا كيبغيو يضعفوا غير مزالينش. ايوا هادشي اللي عطا الله. كنتبعو ريجيم واحد الفتره كنعياو وكنوليو عاوتاني نرجعو هكا ناكلو والحياه غاده. ولكن انا كتبعت واحد ليامات ريجيم ونقصت هكايا تقريبا واقيلا 10 كيلو وبقيت هكا الوزن ديالي ثابت. وهاد الايام شويه حسيت براسي انني شويه تزاديت، ملي جيت كنت تعبه لقيت راسي فعلا تزاديت واحد الكيلويات اللي ماشي دوك الكيلويات كاملين ديك 10 كيلو كامل، لا البنات غير شويه. وقلت انا نحاول انني هكا نعاود ندير شويه ريجيم باش نطيح دوك الكيلويات اللي زادوا او ميم طو نزيد نقص في الوزن باش نوصل ان شاء الله الوزن اللي بغيت. هادشي اللي كاين. بغيت نقول لكم البنات واحد الحاجه، الفيديو اللي قبل من هذا
اللي كنت هضرت فيه على داك الموضوع ديال ديك السيده على ودي تساعد. بعدا كنبغي نعاود عاوتاني نشكركم في هذا الفيديو هذا، وكنبغي نقول لكم شكرا لكم كاملين. بزاف ديال الناس بغاو هكا الوصفه، ان شاء الله والله تا غادي نشاركها معكم عما قريب. بزاف ديال البنات قالك والو غير شاركي معنا هكا هي الوصفه، ان شاء الله انا غادي نشارك معكم الوصفه ديال هكا تقشير ديال يديكم باش تحافظوا عليهم يبقاو هكا كيديروا الناس ان شاء الله. والله راه غير مع الوقت، والله العظيم الا غير مع الوقت. وسميتو كنبغي نقول لكم والله الناس انا ما كيفاش غنقول، انا ماشي من داك النوع ديال دوك الفيديوهات، وما كنبغيش صراحه انني ندير هذاك النوع ديال الفيديوهات، حيت بزاف ديال الاخوات قالوا لي يعني ما كنتيش انك تهضري معاها ولا تجاوبيها ولا 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 ولا، راه حتى انا ما كيعجبنيش هاد المعاطيه وخلاوها البنات المعاطيه ديال الحمام، ما كتعجبنيش نهائيا انني نبقى هكايا جالسه وكنهضر على شي وحده ولا انني كنبقى هكايا نجاوب شي وحده. ولكن البنات كتجي تشوفي كتلقاي داك الشيء غادي وكيزيد، الانسان ما كيحشمش، ماشي بنادم كيقول لك انايا مثلا هاد السيده عيرتها اليوم، عيرتها في هاد الفيديو وليت عيرتها في الفيديو الاخر وليت عيرتو وما جاوباتنيش، اولا غير كتمسح لي الكومونتير ديالي وما جاوبتنيش وما جاوبت، تحشم والو. الحشمه ما كايناش عند هاد الناس هادو، ما كيحشموش يعني ما نقدرش انا بعدا ما نقدرش واحد الانسان ما عنديش معاها اولا ما كتعجبنيش ما نتفرجش فيها ونخرج يعني عادي. يا اما الانسان كيقول لك يا اما تقول واحد الكلمه زوينه اولا تسكت، اللي بغيت عجبتك وهذاك ما عجبتكش اختراع عطى الله القنوات يعني الانسان اللي يقدر فين يقدر يتفرج وهذا. ولكن الانسان كتسكتي ليه اليوم تسكتي ليه غدا تسكتي ليه بعد غدا يعني حشومه الانسان، علاش ما تشوف هذا ما تبقاي ساكته ليه ديما غادي يركبوا لك على راسك. ولكن هادو كتبغيهم انك مره تعطيهم نيت علاش كيقلبوا. وكنعاود البنات نقول لكم كنعتذر منكم كاملين على داك الفيديو وكيفاش حضرت فيه لحقاش راه والله الا كيطلعوا لك الدم كيخرجوك على الطوع ديالك، تكوني هانيه وداخله سوق راسك وغاده خدام على راسك، كيجيو هكا يبقاو يهبشوك تيجبدوك. المهم الانسان خاصو يجبدك يجبدك، وخلاوا البنات هما بصح عندهم الحق يقول لك راه هذاك الشيء علاش هما كيقلبوا كيقلبوا على انهم يجيو يجبدوك، على انهم يجيو يخليوك كتهضري واخا انت ديك الهضره ما كتهضريش بيها وداك المستوى انت ماشي ديالك، ولكن هما كيخليوك انك تجي تهضري بهذاك المستوى يعني كيخرجوك على الطوع ديالك. ولكن كنتمنى ان شاء الله يكون هذاك اخر فيديو، وهاد المره اي وحده غادي تجي تدخل غادي نبلوكيها كاع ما تبقاش تطلع ليها القناه ديالي، تعاود تدخل بكونت اخر لا ميم شوز ثاني نبلوكيها وتمشي بحالاتها حتى تبرد الراسه ولا حتى تمرض الراسه وتمشي بحالاتها، هادشي اللي كاين. المهم دابا ان شاء الله غادي ندوز نفطر، ومن بعد كنقول ان شاء الله غادي ندير لهم لي بات. صراحه هذه دعاء سيمانه ديك تقول لي ماما عافاك دير لنا لي بات، عافاك ماما دير لنا لي بات، صافي قلت انا غادي ندير لهم لي بات، غنديرها بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف، غادي نبارطاجيها معكم لحقاش بزاف ديال البنات كيعجبوهم الوصفات ديالي وكيجربوهم تيقولوا لنا هند راه نجحت ليا هاد الوصفه ولا هند راه نجحت ليا هاد الوصفه. والله هاد الناس الا كنفرح بزاف مني كنشوفكم انكم كتجربوا هكا الوصفات ديالي وكينجحوا معكم، والله الا هذا فخر ليا لحقاش كنعطي وصفه وكيطبقوها البنات. غادي نخلي لكم هنايا سميتو الانستغرام ديالي باش الا بغيتو هكا تبقاو تصيفطوا ليا الوصفات اللي صيفطوهم او التطبيقات اللي صيفطوهم خليوها ليا ان شاء الله في الانستغرام. مرحبا بكم و100 الف مرحبا. وصافي كيما قلت لكم غادي ندير غير لي بات، غادي نشاركها معكم بواحد الطريقه اللي هي زوينه وميمطو سهله مهله وميمطو بنينه بنينه بنينه، غادي تعرفين يا البنينه بنينه بنينه. المهم البنات دابا ان شاء الله غادي نوض غير نفطر ونوض نشوف واش غادي نرد الغدا هو الاول اولا نوجد الكيكه هي الاول لحقاش في العشيه مالك قاريه يعني غادي تدخل مع الوحده ونص بالنسبه لدعاء ما قاريهش صافي ساهله يعني ما غاديش تقرا ايوا يعني غادي تمشي مالك خاصني مع ديك الخمسه نمشي ليها للمدرسه باش من تما نطرقها وغادا نخرج نمشي نقضي واحد الغرض غادي نمشي حتى للبرنوسي عند الوالده نقضي واحد الغرض ومن تما باغا نطرق الصالون راكم عارفين مادام غادي نخرجوا الا خصنا هكايا نتهلاو شويه في راسنا نمشي للصالون ايوا ونشوف ديك الساعه نرجع للدار. المهم انا هذاك الشيء اللي غادي نديرو هذا النهار هذا نتوما معايا من الصباح حتى العشيه ان شاء الله. المهم ناخذ فطوري ديك الساعه نشوف واش نبدا بالكيكه ولا نبدا ان شاء الله بالغدا
وانتم معايا. مهم بنات، فانا دابا ان شاء الله بالنسبه للغدا غادي نقترح عليكم واحد الغديوه سهله مهله، والاهم من هذا الشيء كامل انها البنات كتجي بنينه بنينه بنينه، ولفتو بنينه بنينه بنينه، صراحه كتجي خطيره. غادي نطيب ان شاء الله لي بات، غير هي يعني ما غاديش نديروها لا بلاصوص بلونش لا بلاصوص طوموط، يعني بواحد لاصوص ماشي لاصوص، يعني بواحد المكونات اللي هي بسيطه وكتجي لذيذه لذيذه لذيذه. اللي متاكده الا مشيتو تجربتوها فكونوا على يقين انها غدا تعجبكم، وغير جربوها البنات وردوا عليا الخبر. فانا هنايا راني ديجا درت لي بات تسلق ليا، هنايا درت شويه ديال الزيت وغادي نزيد الزيت ديال الطون. هاد الوصفه هذه كدار فقط يعني بالطون، غادي ندير داك الزيت ديالو صافي. هنا غندير البنات بلات عندي مطيشة سوريز، خليت واحد الكمية وقسمتها هكا على جوج، يعني مطيشة سوريز قسمتها هكا على جوج، وغادي نحتاج واحد البصيلة اللي تكون كبيرة، وغادي نحتاج البنات لواحد الضويمة كيفما كانت، سوا بقري سوا دجاج سوا هذا ديال الحوت، يعني اللي بغيتي اختيار تلقى ديالك. الزيته ديالي راها سخنات، بالنسبه لي البات تقريبا راه قربات، سلقتها بشويه ديال الملح وشويه ديال الزيت، لاني الزيت بدا كيطير البنات. غادي نشمض هاد، ماشي غنشمضها غنشنفها، يعني غادي نديرها هكايا بهذا الشكل هذا، يعني غنشنفها لاني الزيت بدا كيطير عليا البنات. صبروا واحد الدقيقه. امالك غادي نطفي البوطه، كنطفي البوطة حتى نقطع هاد البصيلة حتى كيطير عليا صراحة الزيت، سينو غادي نقطع هاد البصيلة هادي غنشنفها فواحد التحصيل باش نتفادى أن داك الزيت يطير عليا، وعاد ديك الساعة كنولي نديرها تما، يعني بين ما ضرب ليا هداك الزيت. غنحاولو أنكم تقطعوها يعني رقيقة، شنفوها رقيقة متشنفوهاش غليظة، وبالنسبة لي تيبغيها هكايا يغززها شوية فخليوها غليظة، بالنسبة لي أنا غادي نقطعها هكا رقيقة. صافي الغزالات ديالي هانتوما كيفما كتشوفو، البصيلة هي درتها هنايا. بالنسبة للتوابل ففيها فقط ملحة البزار وشوية عفوا مليحة البزار وواحد الضويمة ديالت البقري ولا ديال هذا الحوت ولا ديال الدجاج، ولا كانت عندكم ديال الخضرة فيكون أحسن، يعني إلا كانت متوفرة عندكم ديال الخضرة يكون أحسن، لحقاش هاد ريباط غادي نديروها غير بطيشة سوريز والبصلة. غادي ندير شوية ديال البزار وغادي ندير مليحة، مكتروش مليحة لحقاش غادي نزيدو هاد الضويمة هادي. اللي ما بغاش يدير الضويمة ما يديرهاش، غير هي بالضامة صراحة كتجي خطيرة، يعني قد البساطة ديالها قد البنة ديالها. صافي غادي نشحر هذيك البصيله ونخليها حتى كطيح وكتذبل، عاد ديك الساعات غادي نولي كنزيد عليها مطيشه سوريز والزيتون الاسود، يعني ما كاين ما سهل من هاد لي بات وما كاين ما بن منها، يعني صراحه خطيره خطيره. انا كتجيني هذه بنينه على لي بات اللي هي بلاصوص طوماط صراحه، بغاوها البنات قالت لي صراحه مالك البارح ماما تقدمنا لي بات مطيشة سوريز، قلت لها يعني ما تساوش طلبتيها سهلة، إيوا قلت أنا اليوم نديرها ليهم. صافي غادي نخليها إن شاء الله حتى تقبل، نتلاقاو إن شاء الله من بعد. المهم بنات ها هي البصيلة ديالي صافي دبلات وطاحت، دابا غادي نزيد ليها مطيشة سوريز. بالنسبة لمطيشة سوريز حاولوا ما أمكن أنكم ما تخليوهاش طيب بزاف باش تبقى محافظة هكا على الشكل ديالها، فأنا دائما كنقول صافي ما غاديش نخليها طيب بزاف، كنلقى راسي خليتها طابت بزاف حتى كتهرى. صافي كيما قلت لكم خليوها غير شويه تحسوا بها هكايا دبلات واحد شويه صافي، وتوليو تحيدوها يعني تولو تحيدو عليها البوطه صافي. هنايا عندي زيتون الكحل مقطع، نتوما الا بغيتو ديرو زيتون هذا كحل صين ديروه، فانا درت غير هاد المقطع بين ما طابت ليا مطيشه صافي، وغادي نزيد الحك ديال الطون ونطفي عليها.
اخواتي الغاليات، بعد ما كطيب لي هذيك ماتيشا سوري صافي كنزيد على علبه ديال الطون وكنخلط كل شيء مع بعضياته وكنولي كنزيد لهم لي بات، اي نوع ديال لي بات بغيتو. فانا استعملت هذا النوع هذا، سلقته مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت وصفيته هكا من الماء، وليت خلطته كامل مع ديك الحشوه اولا دوك الخضر ديال ماتيشا والبصله والزيتون. صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال لي بات. كيفاش كتجي؟ فصراحه كتجي بنينه، واخا كتبان لكم يعني في هذا الشكل هذا، ولكن انا صراحه كتجي زوينه بزاف ولذيذه، ومن ضمن يعني الاطباق اللي كنحماق عليهم لا انا ولا البنيات ديالي. وهذا الشيء اللي كاين الغزالات. صافي دابا غادي كما قلت لكم غادي نحط لهم ان شاء الله يتغداو، عاد غادي نكتب انني نولي نخلط الكيكه اللي غادي ندي معايا غدا ان شاء الله عند اليوتيوبرز اللي عارضه علينا. مهم البنات، دابا ان شاء الله غادي ندوز هكا باش غادي نوجد الكيكه باش ندخلها ان شاء الله للفران. هنايا مكوناتها بسيطه، غادي نحتاج لجوج ديال البيضات، وعندي هنايا كاس ديال السكر سنيده، يعني عبرت بهذا الكاس هذا غير هو ما عامرش. غادي نحتاج البنات كاس ديال الزيت ما عامرش، وغنحتاج الكاس ديال الحليب، يعني هذا الكاس هذا يكون عامر ديال الحليب، واحد ياغورت انا درت هنايا ديال البنان، نتوما ديروا اي نوع عندكم. فصراحه الا كان عندكم ديال هذا غزال هذا كراميل يكون احسن، انا صراحه عندي غير واحد هذا، بغيت نخليه لاصوص اللي غادي نصايب باش غادي نسقي بها الكيكه. وصراحه ما فيه اللي نزل دابا باش نجيب واحد اخر، قلت انا صافي نعوض ياغورت اللي غادي ندير لنا في الخلاط نعوضه بهذا ديال البنان، وهذا نخليه ان شاء الله في الاخير باش ندير به الصلصه اللي غادي نسقي بها ان شاء الله الكيكه. وعندي ثلاثه ديال الخمارات وواحد كيس ديال البودره الكاكاو، حيت غادي نخلي غير واحد شويه نزيد ليه الكاكاو، يعني مكوناتها هي بسيطه. صافي هنايا راه درت السنيده، نحيد القرعه. اول حاجه غادي نخلط دوك جوج ديال البيضات مع كاس ديال السكر سنيده، ما تحتاجوا لانكم تخدموا بالطراب ولا حتى شي حاجه، يعني دغيا دغيا هكايا تخدموها دغيا دغيا كتوجد. كما قلت لكم اخواتي الغاليات، فبالنسبه للطريقه راه ساهله مهله، يعني عاديه كيف ما كنخلطوا اي كيكه. خلطت البنات البيض مع السكر مزيان، ما تحتاجوش كما قلت لكم تحتاجوا يعني الطراب الكهربائي، غير بالطراب اليدوي كتقضيو هكا الغرض. صافي بعد ما كيتخلط ليا داك البيض مع السكر، كنزيد كاس ديال الزيت كنخلط، كنزيد كاس ديال الحليب. فانا عندي كاس، انا عبرت بهذا الكاس هذا، يعني راه كبير، يعني غادي ندير كاس ديال الزيت، واحد ياغورت اللي كما قلت لكم كيبقى اختياري ديروا اي نوع ديال الياغورت عندكم، وحب هذا لو كان يعني دانيت كراميل. وغادي نحتاج لزلافه ديال الدقيق الابيض، وممكن انكم تحتاجوا قل ممكن انكم تحتاجوا اكثر، فدائما كيبقى الخليط على حسب يعني داك البيض الحجم ديالو واش كبير اولا صغير. مهم القوام ديال الكيك ما خاصوش يكون خفيف بزاف باش الكيك ديالنا ما تنفخش لينا وتولي تهبط، وما خاصش الخليط ديال الكيك يجينا عاوتاني ثقيل بزاف باش ما تنشفش لينا الكيك، يعني ديك الساعه الغد ليه كتولي ناشفه، ديك الساعه كتبان لكم مزيانه الغد ليه كتولي تبان ناشفه. هذا هو يعني من ضمن اسرار ديال الكيك. لحقاش نيت واحد الاخت في واحد الفيديو قالت لي اختي كتجيني الكيكه يعني كتنفخ ملي كنخرجها من الفران كتفش ليا، خاصك تعرفي ان الكيكه مني كتفش لك عرفي ان الخليط ديال الكيك كتخليه خفيف بزاف، والخليط ما خصوش يكون خفيف بزاف، يعني هذه من ضمن الاسرار هكا لنجاح الكيك. صافي البنات، فانا ضفت هنايا زلافه ديال الطحين، وضفت البنات ثلاثة ديال الخمارات. بالنسبة للخليط ديالي غادي نخلي منه فقط واحد شوية، غادي نفرغه كامل في داك المول. انا غادي نستعمل هاد المول هذا، صراحة كنت عوالة انني ندير واحد الكيكة واحدة اخرى، ولكن صراحة ما بقاش عندي البيض، وقلت صافي اللهم نديباني بهذوك جوج البيضات وندير غير في هاد المول هذا مرة اخرى ان شاء الله. صافي كما قلت لكم غناخد الخليط ديالي غادي نفرغه في داك المول، وغادي نخلي فقط واحد شوية. هانتوما غادي تشوفوا شحال غادي نخلط، عفوا شحال غادي نخلي،
صافي وغادي نولي كنزيد ليه كيس ديال الكاكاو. ممكن انكم يعني ديروا هكايا واحد المعلقه ديال بودره الكاكاو، ماشي ضروري انكم ديروا الكيس، يعني تيبقى اختياري. غادي نحاول انني نخلطوا هكا شويه ونزيد ليه واحد شويه ديال الحليب. لحقاش راكم عارفين الخليط يعني كان عندي هو هذاك، مني زدت ليه هكا البودره ديال الكاكاو تقال لي شويه، واللي زدت هكايا شويه ديال الحليب، يا اما الحليب يا اما الماء، يعني ماشي مشكل. انا هنايا درت شويه ديال الحليب، وعاد من بعد غادي نولي كنخويه فوق الكيك، يعني عشوائيا غادي نحاول انني نخويه من الفوق، وناخذ واحد الموس اولا كيغطو اولا اللي كان عندكم، ونحاول هكا ندير خطوط اولا كيفاش غادي نقول لكم، بحال شكل هكا ديال الملفي. المهم نحاولوا اننا نخطوه باش هكا تعطينا واحد الشكيه اللي هو زوين ملي نطيبوها. وغادي ندخل الكيك ديالي للفران لمده تقريبا ديال 45 دقيقه الا كان الفران سخون، الا كان الفران بارد دخلوها البنات لمده ديال ساعه المكانه. هادشي اللي كاين الغزالات، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. ليكم صراحه ما بقيت بارطاجيت معكم حتى شي حاجه، يعني اخر حاجه شاركتها معكم هي الكيكه ملي دخلناها الفران، موراها صافي ما بقيتش شاركت معكم حتى شي حاجه. فصراحه يعني قديت هكا شي شغيلات هكا عندي في الدار، وموراها البنات يعني صراحه دغيا 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 هكا الوقت كيدوز. كنت قبيله بغيت نصايب الكيكه نوريها لكم ونصايب ليها لاصوص ديالها ونسقيها ونقادها، ولكن البنات الغالب الله والله ما ساليت، مع كانت توها هاد العشيه هادي ما قاريهش وما نعاودش لكم مبرزيطه برزطاتني هاد العشيه. صافي هي هذيك الخمسه وليت خرجت من الدار باش نمشي نجيب مالك، ومن تما وليت مشيت لبالونسي عند الوالده ديالي كما قلت لكم على قبل هكايا شي حويجات نقضيهم. وصافي مشيت حتى قالت لي ماما خلي لي البنات بلا ما تديهم معاك، انت اصلا غدا غادي تمشي معروضه فخليهم ليا. والغريب في الامر هو انني ما مدياش ليهم حويجهم، يعني حويجاتهم اللي كانوا لابسينهم هما اللي بقاو بهم، وتا هما لقاوهم من جيناتي والناس. لا والو ماما خلينا عند الميمه، خلينا عند الميمه. قلت لهم يلا يلا سيروا بقاو. اختي قالت لي لا دير جيب بناتك. شكون هي البنات هي كتعيش هاد المواقف هكا مع الوالده ديالها وخواتاتها، سيرتو مع الخاله اولا الاخت. كنقول لها كنشكرك بزاف اختي العزيزه، هي صراحه مسكينه ديما فيما كنبغي نمشي شي بلاصه كتشد ليا مسكينه بناتي دائما على خطايا عليا وخلاص. عاتيك وتتبقى تضحك معايا تقول زين يا ولادك وسيري فحالك. نقول لها لا اختي خلات بنتي قبيله. قالت لها ما غنمشيش انا جايه عند خالتي. قتلتني قبيله بالضحك. وصراحه قالت لك ماما والو خليهم معانا ونسينا وهذه وهذه. صافي خليتهم، قلت حتى الغدا في الصباح ونولي نجمع لهم حويجاتهم ونصيفطهم اليوم مع باهم، يجلسوا هكا واحد اليومين عاد نرجع نلحق عليهم انايا. ايوا هادشي اللي كاين، هادي هي سنه الحياه، ما عندنا ما نديرو. صافي مني جيت يا بابا بدات حويجاتي صافي، ودخلت هكا للكوزينه قلت ويلي اللي اجي نكمل بعدا مع البنات الكيكه ونوريكم بعدا كيفاش جات. هانتوما جات صراحه زوينه، راها ماشي محروقه البنات غير محمره، يعني كتبان هكايا الكاميرا كتبان ليا بحال مشوطه، وهي البنات عاديه غير محمره. هنايا بالنسبه للاصوص البنات غادي نوريكم، ها نتوما هنايا درت البنات كاس ديال الحليب. بلاتي نقرب لكم هكا باش تكون الصوره واضحه. ها نتوما البنات انا هنايا درت كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب عادي. غادي ندير معاها البنات معلقه كبيره ديال مش كبيره مهم شويه، معلقه ديال القهوه، غادي نزيد واحد شويه صافي نسكافيه البنات،
وغادي نزيد سكر، يعني بحال غادي نصايبو قهوه هكايا بالحليب ونسكافي. فلاصوص اللي كنصايب معكم عاده كتكون هكا بالماء، القهوه، السكر، بودره الكاكاو صافي، والشوكولا اللي هي سوداء، ولا بغيتو ديروا ليها هكايا واحد دانيت شوكولا. فانا هنايا هذه غادي نديرها قهوه قهوه يعني بالحليب والقهوه صافي. غادي نزيد ليها كوبايه البنات تقريبا واحد الشهد ديال معلقه كبيره. هاد لاصوص كتجي خطيره يعني بحال الا قهوه. انا راه هادي كنشربها يعني في الفطار، في الفطور البنات كتشوفوني دائما كندير كويس ديال القهوه وكندير معاها هكايا بودره ديال الشوكولاط. هادي صوص خطيره يا البنات. اول حاجه غادي نديرها البنات واللي هي غادي نخلط هاد الحليب مع القهوه. مشى ليا الصوت. المهم ما عليناش، غادي نخلط هاد الحليب مع القهوه والبودره ديال الكاكاو، غادي نديرهم فوق البوطه حتى كي يعني كيذوب ليا داك الكاكاو مع نسكافي. غنولي نسقي الكيك ديالي، غادي نتكاه هكا بواحد الفرشيطه ولا موس، ونولي نسقيها بالنص ديال هاد الكميه هادي. واللي غادي يبقى ليا غادي نولي نزيد ليه طريفات ديال الشوكولاط الابيض وواحد ياغورت كراميل. انتم غادي تشوفوا الخليط كيفاش كيكون، كيجي خطير البنات، ونتمنى ان شاء الله انكم يعني تجربوها. ديك القهوه ديالي ها هي دابت يعني سخيخنا دابا بصراحه تشهيت هكا شي كويس، لحقاش انا دائما كنشربها بحال هكا. هنايا راني تكيت الكيك ديالي مزيان هكايا بالموس، يعني حاولوا انكم تكوه مزيان، ومن الاحسن من الاحسن من الاحسن انكم ديروا هذه العمليه ملي كتكون الكيك ديالكم باقا سخونه باش كتشرب لكم كثر. انا هنايا راكم يعني عارفين مشيت هكايا مزروبه قبيله صافي، ما وليتش كملتها كاع، قلت صافي خلي حتى نجي، ولكن الا بردات لكم الكيك هذا يكون سخون صافي. انا غادي نسقيها ان شاء الله مزيان، غنحاول انني نسقيها مزيان، وعاد نخلي تقريبا الجهد ديال واحد نص كاس ديال القهوه، وهو اللي غادي نولي كنزيد ليه داك الشكلاط الابيض واحد الكميه اللي هي لا باس بها ديال الشكلاط الابيض، نخليها حتى كتذوب عاد نولي نزيد ليها داك دانيت كراميل. صافي البنات، بعد ما كنسقي الكيك ديالي مزيان بديك القهوه مع الكاكاو اولا مع كوبيل، فمن الاحسن انكم ديروا كوبيل هكا كيجي المذاق ديالو زوين حسن من الكاكاو وحسن من الساشي سيغتو في هاد الصلصه هادي. فانا هنا تقريبا درت واحد 18 شكلاطه درتهم هكا حتى دابوا، شوفوا الخليط كيفاش كيكون، فكيجي صراحه بحال الخليط ديال الكراميل، وكتجي صلصه اللي هي زوينه بزاف وخطيره. وما كاينش البنات اللي كيدوق هاد الكيك هادي مع هاد لاصوص هادي وكيسول على المقادير وكتعجبهم صراحه، يعني بدون مجامله كنقول لكم الصراحه البنات. وانتم الا جربتوها فاكيد غادي تخليوا لي التعليق ديالكم باللي راكم جربتوها وعجباتكم. صافي كنخبي واحد الكميه اللي هي يعني معقوله، وكنخليها حتى كتشرب ليا مزيان، ونولي نعاود هكا نتكها باش داك الخليط ديال ديك لاصوص اللي هي ديال القهوه والشوكولات كتشرب مزيان الكيك، وكتجينا من الداخل معلكه. حنا انا غدي ان شاء الله هكا فاش غادي نمشي عند الاخت اللي معارضه علينا، غادي نوريكم الكيك كيفاش كتجي صراحه من الداخل. هنايا كيف ما كتشوفوا كنحاول انني نهود هكا دوك الدميعات مع الجناب باش كيعطيونا هكا واحد المنظر اللي هو زوين صافي. وكما قلت لكم غنعاود نزيد كذلك واحد الكميه اللي هي معقوله عاوتاني من الفوق باش كتجينا هكا مشربه اكثر، وكيجي المذاق ديالها رائع. ما نعاودش لكم ما شهيتكم فيها. بالنسبه للتزيين ديالها زينوها باش ما بغيتو، ممكن انكم زينوها باللوز ايفيلي، ممكن انكم ديروا ليها لوز كونكاسي، ممكن القرقع، شكلاط، يعني اللي بغيتو. انا هنا غادي ندير ليها هكايا شويه ديال اللوز كونكاسي وطريفات هكايا ديال القرقع وشويه ديال الشكلاط،
وهذا البنات هو الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي. كتجي صراحة رائعة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها وتخليوا لي التطبيقات ديالكم على الإنستغرام أو لا على الواتساب. وكنقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعة وكنتلاقاو إن شاء الله فيديو جديد. وأكيد غادي نبارطاجيها معكم من الداخل كيفاش كتجي. وغادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم وما تنسونيش باللايك وبالتعليق ديالكم الزوينة في الفيديو. يلا باي باي بسلامة.